السلام عليكم، كيف الحال؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في باوربوينت كيف ممكن نطلع شريحة احترافية، سواء كانت شريحة افتتاحية لبروجكت معين أو كان فاصل لأحد الأقسام ضمن هذا البروجكت أو هذا المشروع، أو حابب أنك تعرض فكرة معينة ومحتار ما عنده غير كلمة أو كلمتين فقط بالشريحة، بدك تحاول تصمم تصميم جميل لهي الشريحة. فهذا اللي رح نقدمه بهذا اللقاء، أنك تطلع بتصميم جميل للغاية بإمكانيات جدا بسيطة في برنامج الباوربوينت. قبل ما نبدأ أحبائي، أطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات، وإذا كنت ضيف جديد لا تنسى الضغط على مفتاح الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك منا كل جديد. ويلا حتى نبدأ مباشرة بلقائنا هذا اليوم. أهلا بكم أحبائي مرة تانية. بكل اختصار نعمل بعض التزيينات البسيطة جدا جدا بأي سلايد ممكن يضم معي بعض الكلمات فقط لا غير على الشكل التالي. خلنا نتوجه إلى قائمة الإدراج، ومن الصور رح نجيب صورة إلى الخلفية، أي صورة أنت بتكون محضرة ما عندك فيها أي مشكلة، وليكن معي هذه الصورة. رح نعمل اختصاص للصورة بحيث نحن ناخدها على أبعاد الشريحة بالضبط ونكبرها على ملء الشريحة. رح نعطيها أرسال للخلفية بحيث النص يظل باقي معنا. رح نحدد الصورة من قائمة التنسيق، من اللون رح نختار أبهت لون للصورة بحيث تكون معي بلون يعني يدوب من بينه بالشافية. نرجع نتجه للأدراج، ومن الأشكال رح ناخد مثلث قائم الزاوية، بنكر مع السحب لحتى أرسم المثلث، ومن السدارة رح ناخد انعكاس عمودي. طيب رح نضبط الضلع للمثلث مع الحافة العلوية للشريحة، وبنكر مع السحب لحتى أرسم معي هذا الشكل بالضبط. طيب نرجع إلى أدراج، ومن الأشكال بأخذ شكل المستطيل، بنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل فيما تبقى من المساحة الفارغة من الشريحة. راح أحدد الشكلين مع بعض البعض، من إطار الشكل راح نختار بدون إطار، ومن الدمج راح نختار اتحاد بحيث يكونوا معنا شكل واحد. راح أحدد على النص ونعطي إحضار إلى المقدمة. خلنا نعمل شوية تنسيقات بسيطة للنص، نأخذ مثلا أحرف كبيرة. بعد ما ننسق النص راح نحدد عليه، ونأخذ محاذاة إلى الوسط ومحاذاة إلى المنتصف. الآن راح أشتغل بعض التعديلات البسيطة بالمثلث مع المستطيل اللي قمنا بدمجهم. بنصغر شريحتنا شوي ونعمل بعض الالتفاف بهذا الشكل تماما، يعني بما يتوازي تقريبا مع حرف الـ A، هذا الميول يلي شايفينه تمام بهذا الشكل. ناخذ حتى هيك على اليمين تماما. طيب راح نتوجه الى ادراج، وباخذ بعض الاشكال يكون معي مثلا هذا الشكل، بنكر مع السحب لحتى اغطي هيدي المساحه، ونعمل منه تكرار مره ثانيه، وبرجع بخلي يغطي معي هاي المساحه. راح اضغط على الشكل كامل مع الكنترول وبحدد كل الاشكال، طبعا بنختار بدون اطار، وبنعمل عمليه اتحاد لكل هذه الاشكال. راح نرجع الى ادراج وبناخذ شكل المستطيل لحتى نقوم بتحديد المساحات الزائدة اللي أنا ماني محتاجة بالأطراف كاملة. عندي هون برجع بختار للأسفل، وبنرجع إلى أدراج برسم مستطيل كمان في المنطقة اللي هون لحتى نحن كمان نحدد كل الأجزاء اللي أنا ماني محتاجة. بإمكاننا نعمل بعض الشافيات لحتى نتأكد بالمقاسات بالضبط. عندي هيدي حافة الشريحة هون مثل ما أنا شايفين، بنكر مع السحب على هاي المنطقة. بكل اختصار أحبابي، تمام بكل اختصار راح احدد الشكل اللي انا محتاجه، اضغط كنترول وبرجع بنكر على كل الاشكال البقيه، وبناخذ مندمج ونعمل عمليه الطرح لحتى انا بكون حصلت على هذا الشكل بالضبط. الان راح احدد الشكل نفسه، ومن التعبير اختار اي لون غامق انت محتاجه، يعني لكن يكون عندك يا لون يعني غامق مثلا بهذا الشكل معانا. راح احدد اول 3 احرف تمام، وخلني اخذهم عندي ياهم من تنسيق باللون الابيض تمام، وبقية الأحرف بناخدها من نفس اللون اللي سويناه للشكل تمام. نرجع نختار نفس اللون اللي أخذناه للشكل بالضبط. راح نتوجه إلى أدراج مرة تانية، ومن مربع نص نجيب مربع نص، ونكتب الكلمة اللي هي بتكون معنا بالسلوغان أو الكلمة المتبقية. الآن نتوجه إلى أدراج، ومن الأشكال راح أخذ شكل المعين، راح أنكر مع السحب لحتى أرسم معين بمساحة تغطي تمام، تغطي النص بالضبط، بنزيدها وبننقصها بالارتفاع وبالعرض حسب المساحة اللي انت عندك اياها تماما. طيب رح نختار بلا تعبئة، ولون الإطار باخده باللون الأبيض، وبناخده بسماكة معينة وليكن معاي بهاي السماكة.
وبختار منه كنترول زائد دي. منحرك النسخة ومنطابق التنتين فوق بعضهم البعض مع كنترول والشيفت، ومن الزاوية بزيد إلى حبة إضافية بشيء بسيط جدا جدا، وبنرجع إلى الإطار وإلى السماكة، وبناخد سماكة يعني أزيد شوي عن السماكة الأولية بهي الطريقة بالضبط. ولما رح نشغل شريحتنا رح يكون معنا المنظر الافتتاحي تمام، أو العرض الافتتاحي للسلايد بطريقة جدا جميلة وبسيطة للغاية بتصميم الشرائح بأشكال من خلال عمليات الدمج والتزيين والتظليل فقط لا غير. ما في عنا إمكانيات خارجية ولا هو مطلوب منك أي شيء أكثر من هيك، فباوربوينت بحد ذاته هو بوابة الإبداع. أتمنى إن شاء الله بهذا اللقاء أكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم. لا تنسوا لي من الدعم، والسلام عليكم ورحمة الله.